كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. من أجل 3-3 في رحلة واحدة، مهمة الكأس العربية كملت، بعدها مباراة الهلال، على الأقل الشطر متاع ضمان تأهل للدور النهائي من كأس الكاف. دوري نجم نقولوا ليتوال في السكة صحيحة أكيد، بعد زوز مقابلات وزوز انتصارات، نهائي كأس العربية وكاردو فينال مع الهلال السوداني، زاد انتصرنا 2-1، دو ريزلتا 2-1. غدو عندنا مقابلة مهمة، مقابلة كبيرة ضد الزمالك المصري، نعرفوا اللي فريق متعود بالألقاب، متعود بالكؤوس الإفريقية، نعرفوا صعوبة المقابلة. إن شاء الله احنا محضرين كوم الفو، وإن شاء الله الأولاد مركزين 100% باش نروحوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله.